السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دعاء من قناة اسأل واسرع الوصفات. حبايب قلبي اصدقاء القناة، النهاردة معانا وصفتين، وصفة لازالة السواد او الاسمرار حول الفم، ووصفة تانية لترطيب وتفتيح البشرة. تابعوا معانا لاخر الفيديو. اول حاجة لازالة الاسمرار حول الفم، مكوناتها عبارة عن معلقة من عصير الطماطم، ومعلقة من الشوفان، ومعلقة من الزبادي. هنضيف معلقة من عصير الطماطم في طبق، وهنضيف عليها معلقة من الشوفان بالشكل ده كده، وهنضيف عليهم معلقة من اللبن الزبادي، وهنخلطهم كويس جدا بالشكل ده كده، وهنسيبهم دقيقتين على جنب. بعد كده هنبتدي نستخدمهم. بعد دقيقتين هنبتدي ندلكهم حوالين الفم حركات دائرية، وهنسيبهم على بشرتنا حوالين الفم لمدة 15 دقيقة. الوصفة دي هتستخدميها مرتين في الأسبوع بتدليك حركات دائرية 5 دقايق كده، وهتسيبيهم على حوالين الفم 15 دقيقة، وبعد كده هتغسليهم وترطبي بأي كريم مرطب. زي ما قلت لكم بحركات دائرية كده حوالين الفم، وبعد كده هتغسلي عادي بالمية، وبعد كده هتدهني مرطب وتستخدميها مرتين أو 3 مرات في الأسبوع. هتشوفي نتيجة كويسة جدا ان شاء الله. الوصفة اللي بعد كده ترطيب وتفتيح البشرة الوجه ككل. اول حاجة بتمسحي الميك اب كويس جدا، او بتغسلي وشك كويس جدا، او بتمسحي وشك باي تونر موجود عندك. بعد كده بتجهزي قطعة من فاكهة البابايا، ومعلقة من الزبادي كبيرة، ومعلقة من العسل الأبيض، ومعلقة من عصير الليمون، بالشكل ده كده. ممكن الكيوي او فاكهة البابايا. بعد كده هتخلطيهم في الخلاط كويس جدا، وهتضيفي كبسولة من فيتامين اي عليهم. وبعد ما تخلطيهم كويس جدا بالشكل ده، هتدهني بشرتك كلها، هتوزعيه على الوجه كله طبعا مع حركات دائرية كده 5 دقايق. بتدلكي الماسك بحركات دائرية 5 دقايق، وبتسيبيه 1/3 ساعة على بشرتك لحد ما ينشف خالص. وبعد كده بتشطفي، وبعد كده بتلج مورد يكون مثلج بتدهني بشرتك بالموارد المثلج، وبعد كده بتدهني مرطب عادي.